أدوية علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه تعتبر قسمين، قسم الأدوية المنشطة وقسم الأدوية غير المنشطة. الأدوية المنشطة لها أعراض جانبية محددة وشائعة، منها أهمهم حقيقة هو التقليل من الشهية للطعام. في أغلب الأحوال تنتفي شهية الطفل خلال فترة عمل الدواء، ودائما يكون هدفنا أن يكون فترة عمل الدواء ما بين 9 إلى 12 ساعة خلال اليوم. والتغلب على هذه المشكلة سهل، لأنه بالإمكان أنه يؤخذ الدواء بعد الإفطار ويكون إفطار جيد، في الغالب لن يتغدى الطفل، وبعد نهاية مفعول الدواء الطفل يعني بياخذ وجبة عشاء جيدة، وبالتالي لا يؤثر على وزن الطفل أو نمائه. الأدوية الأخرى الآثار الجانبية منها المتعلقة بالشهية قليلة، قد يؤثر الدواء على بداية النوم، ولكن هذا كذلك من الممكن التغلب عليه بأساليب معينة، منها جدولة الدواء بطريقة مناسبة.